الحمد لله الذي أكرمنا بهذا النبي الكبار، ونسأله أن يكون مزادا لأنوار مشايخنا ومدارسنا العظيمة في الحرمين الشريفين وروافد الحرمين الشريفين. الحمد لله الذي أكرمنا بقراءة السيرة النبوية الشريفة المقتضبة في هذا المولد الذي هو معروف المولد السيدي الجرجاني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ونحن نقرأ هذا المولد الشريف نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، واصطفاه الله تبارك وتعالى من خياره ومن خياره ومن خياره، ومن نعم الله سبحانه وتعالى عليه أن ولد من والدة كريمة شريفة عظيمة هي السيدة آمنة بنت وهب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وعليه السلام، ومن أب كريم هو سيدنا عبد الله بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام تبارك وبعض الناس يثيرون كلاما هنا بعيدا عن الأدب، والكلام هنا مع أبوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يكون على صراط وعلى طريق الأدب أولا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان من خيار والله سبحانه وتعالى اصطفاه من خيار، وهو من أخير الناس، فآباؤه على صريح الإيمان وعلى أعظم إيمان، ليس على إيمان عادي كإيمان المؤمنين في ذاك الوقت، ولكنهما كانا على أخير الإيمان، لأن كثيرا من الناس كانوا على الملة الحنيفية السمعة التي هي ملة سيدنا إبراهيم عليه سلام الله، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله تبارك وتعالى عليها قبل نزول جبريل عليه. فآل النبي صلى الله عليه وسلم والده ووالدته وجدته وأجداده كانوا على هذه فلا خلاف على ذلك على الإطلاق، ولا يرد في قول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنهما من أهل الأسباب. العذاب ما العذاب هذا على الطبقات الدنيا، لكنهما من أهل الإحسان لأنهما أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم هم أعلى مرتبة أعلى، أنا قلت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا ما يدخل في الأنبياء لأن الأنبياء طبقة عالية، وناس يدخلون الجنة وناس يدخلون النار والله يعفو عن هذا وكذا وهذا يخرج وهذا يدخل والشفاعة والشفاعة، هذه كل هذه في عوام الناس، أما في أهل الخصوص وهم يدخلون الجنة بلا حساب، وهذا شأن آباء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أخير الناس، من أخير الناس وأكمل الناس وأفضل الناس، فإذا كان الأمر كذلك فلا يرد فيهما أي همسة أو لمزة أو خاطرة من شيء آخر. هناك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا والديه وآمن به، هذا من باب يا مشايخ إن صحت هذه الحديث فهذا من باب الارتقاء
من الحنيفية السمحة إلى الكمال. آمنوا بيه إن هم كانوا على كفار، أعوذ بالله، الواحد مش عارف يقول اللفظ. عيب، مقام النبي مقام كبير، ومقام أبويه مقام عظيم. فأحياهما إحياء تشريفيا لكي يتم لهما الكمال الختمي للإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فعبارة عن الإحياء هو زيادة في الإحسان. تأمين الإحياء زيادة في الإحسان، مش إحياء أمن وما أمنوش والكلام ده، إيه ده زيادة في الإحسان، لأنهما كان في مقام الإيه، لأنهما خير الناس وأخير الناس وأكمل الناس وأفضل الناس. فهمتوا يا مشايخ؟ وهذا شأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في حديث بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زار أمه وبكى وأبكى الحاضرين، وقال إن الله أذن لي بأن أزور أمي، وطلبت منه أن أستغفر لها فلم يأذن. طبعا لم يأذن له، لأن المغفرة تكون الاستغفار يكون من إيه؟ من الذنوب. حد بيروح للنبي يقول له اللهم اغفر لسيدنا محمد؟ ها؟ ولا بتقول اللهم عظم سيدنا محمد وأكرم سيدنا محمد وزد في شرفي ومقداري ولو توسلوا إليك به وبحبه وبآله إلى آخر هذا. فمنعه عدم وجود الإذن على الاستغفار لأنه لا توجد معاصي له، ولأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا راجع لأبويه، لأن الولد عمله الصالح يرجع إلى إيه؟ أبويه. فمقامهما كبير وعظيم. لكن بعض الناس كأن الله سبحانه وتعالى، أو يعني ناس يعني جانبوا الأدب، يقول لك باب مش عارف استغفار للمشركين، حتى كتب الحديث هذا الكلام، باب الاستغفار للمشركين، باب زيارة قبر المشرك، باب منع الزكاة، إيه مشرك إيه؟ إيه ده؟ مشرك إيه وكلام فاضي إيه؟ إيه ده؟ كلام فاضي كله، لا تنظروا حتى لو كان في أي كتاب من كتب السنة، يقول لك باب زيارة قبر المشركين، يقول لك النبي زار قبرهم، إيه ده؟ إيه ده مجنون أنت تعمل هذا العنوان؟ هذا غلط. غلط قبيح. بقول لك باب في منع الاستغفار للمشركين ان النبي لم ده غلط، هذا الكلام غلط. عرفت يا مشايخ؟ والله سبحانه يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سوف يعطيك ان لم نبي ايه سوف يعطيك ربك ايه الفعل التعقيد، يعني الله سبحانه يعطيه عطاء ها يرضى بعده مباشرة بعد العطاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله يشفع لعوام المؤمنين وللعصاة والمذنبين، فما بالك بمن كان سببا في إيجاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا أمينة بنت وهب رضي الله عنها وأرضاها، وسيدنا عبد الله بن عبد المطلب الله ينفعنا به وبحبه وبأمواله وبأسراره وبأمداده يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الأدب معه، اللهم ارزقنا الأدب معه، وارزقنا عدم التعدي على هذه المقامات القيمة العظيمة التي رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأوجد خاتم الأنبياء خاتم الأنبياء من صدقها. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين.